احنا حبينا نعمل شغلة جديدة بالنسبة لمصلحتنا، مصلحتنا هي الأساس. يعني هنيك عنا مثل الغوطة، عنا كافي، ما في بلد إلا ما فيها يعني لحام أو لحامين بالنسبة للحمة الجمل، وهي بالأول وبالأخير سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم صل على النبي. يعني وهون لقينا يعني شغلة في إقبال بالنسبة لأهالي البلد الأساسيين الأصليين، بما أنهم كانوا ينزلوا على الشام عندهم ياها يعني، وفي نسبة منهم ما بيعرف، عم يتعرف على هالأكل الجديد أو على اللحم الجمال، بما أنهم ما في عندهم هون قصابة جمال. أما حبينا نعمل مشروع يعني ناخد محل منطقة حساسة، أنه نعمل مشروع قصاب جمال. بلينا عدو كبرنا المشروع شوي، زبطنا المحل، ساوينا فرن معجنات، لحم بعجين، لحمة الجمال، كباب مثلا، لحم الناي. عالم هون تلاقيها شغلة غريبة، نحن نذبح الجمل قدام المحل، بس عم نواجه صعوبات بالنسبة للبلدية انه ذبح خارج المصلخ. بس بالنسبة نحن قلنا بالغوطة من قبل الثورة بنذبح قدام المحل، لانه الجمل اذا ما انذبح قدام المحل والزبون اطمن واكل شغلة يعني تازة وجديدة، هيك متعودين نحن بالغوطة. عم نواجه شوية صعوبات هون، بس الحمد لله يعني الأمور تمام. هي أي مشروع نجاح بتلاقي بتواجه فيه صعوبات، بدك يعني تضل مثابت.